عليكم السلام. معك سعود سحاب البنات. سحاب البنات مرة واحدة، ليش هكذا ما تحب يا سحبتك؟ سعود؟ ما لا سحبتك؟ سحبتك قست الحين. هاي توي فاتحة، استفتحت فيك البث، توي فاتحة. صدقيني استفتحيت خير. ثقة. اسمع، ايش رايك تغني؟ شغال عندك انا. سلامات. ايه تقصفيني قصفك. قصفتك، ايش قلت انا؟ صدقين تشبهين ممثلة. مين؟ يا كثر شبهوني بالعالم، مين؟ لا لا خلاص عشان انا بكون منفرد لا ما لا صدق، شبه. مين؟ لا 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 حلو، طيب. جولة للتاريخ مو مشكلة، بس صار ما عندي مستوى حاليا، يعني توي مع جديد. نفسك. افوز عليك احكام قوية. اوكي كيفك يا رغد؟ الحمد لله، انت كيفك يا سعود؟ تمام الحمد لله. تدرين دخلت مسابقة أجمل فتى في السعودية العام 2023؟ فزت ما شاء الله، صح؟ لا ما فزت لسه، قاعد يسوون تقييم. اه وصدقيني قبل لا ما تبدأ عليك، المنافسة بتفوز بالمرتبة الأولى، شرف بعد. أحلفي. عندنا حلاق عنده صنفرة ما تلقينا بالحلقين ثاني، بطقها صنفرة على طول على المسابقة. وينك انت؟ قلبك يا رب. استغفر الله العظيم. وين عايش؟ وين عايش الدنيا؟ الله يسعد. في السعودية في الشمال. احوال يا اخوان، وين الشمال؟ خلاص اسمه بس كب سوق، استفتح يا البث عيال الدبل. بشيء ها كويس. انت قد دخلتي معي شفتني وانا داخل تحدي ولا لا؟ اي بس ما قد والحين استحكامك، يعني قد دعمتك بعد، بس اني ما كمل معك. الدبل عيال اسمع، دبل عندي لكم 4700 سواليف، يا يا الله 4700 يا، بس اصبروا، انا على اساس انه ما راح ادخل بستات. 4700 هذا يسمعني ولا لا؟ ان شاء الله ما بيسمعني. والله عندي لكم سواليف، يعني فمي متشنج بشكل قسم بالله، يعني يما تسمعني. ترى سمعتك، ترى اطلع ارحب كاس اسمعوا، كبسوا بس كاس. كبسوا، شوف احكامه. انت من عيال اي عينك يا كاس. انت بقى نحكم عشان زي ما تقول ما ودي اسمع. يا اي ساتر، عينك يا ايش كاس. في هذا؟ الدبل عيال الدبل. شوفوا انا شعري ازمه، راح اتكلم عليه لو سمحتوا، ترى والله خلقه متازمه، يعني عاد بطلناكم. الله يسعدك، الهايم، شكرا. يا رغد، نعم، تبين احكمكم الحين عشان تقولون ام قصص وتطلعين؟ لا ايه تبي تطلع اطلع، لا انت تصرفيني واضح ترى من كلامك. انا قاعد اصرفك، انت قاعد تسولف مع الداعمين. ماما شفتي احد؟ سمعت صوت احد؟ اي سمعت صوتك، أدري سمعت صوت. دقيقة. قول وشو؟ زاهرة اسمعوا انا اليوم القصر. ياوك، زاهرة اسمعي. القصر. يا كلب زاهرة القصر. ولو زاهرة نفسية، القصر تمثل تركي، تمثل تركي. طلع. وصلنا يا سعود، دقيقة طلعها الحين. هذه جديدة، تشبيه جديد انضم إلى القائمة. سهرات قصر. بس انت عيونك سود. لا هي عيونها عيوني سود. ابتسمي ارجوك ابتسمي. اشوف اضحكي، بقول نكتة واضحكي. لا اضحكي. لا ما في شبه، على كيفك. بكيفي انا شبه زي ما ابغى، بس اقول لك انا بكيفي، ما شفني اشبهها.
اصلا انت احلى منها، بس حبيت يعني هي تشبهك مو انت تشبهيني. ادري والله ادري ادري. انت اصل والله ادري شي يا جماعه. الحكم الاول يا رغد، خلي السماعه. لا 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 سعود سعود، تدري اهلي قرايبي كلهم فانز لك، غثوني غثوني فيك والله العظيم، والله اقسم بالله العظيم. شفتي شفتي اني محبوب. منو من هذا اللي جاك؟ امي والله نعم. اقول لك ايش قالت؟ لا خلاص ما راح اقول. من ذاك قولي والله غير تقولي. لا ما راح اقول. يا اخي قولي يا اخي، لا تخليني عندنا فضول يا اخي. خلي فضولك بليز يا اخي. قالت لا خلاص ما راح اقول، ما اقدر اقول. قولي وشو؟ لا ما ابي اتحركي كثير وترتيني. السلام عليكم سناب، هذه البنت امها تعزني وتحبني وتقول امي يمدحها. معليش امي تقول كلام حلو تجاهك وامي تتابعك ولا اهل فانز وقرايبي فانزين لك الا هي. شوف النكته فانزين طبعا. اقول اسمع قولي لهم ايش قالت الوالده حفظها الله. لا ما راح اقول، هذه اصرار على طبعا ما راح تقول، وباذن الله راح اقنعها تقول. الحكم الاول تقولين ايش قالت صدق تفضل. لهالدرجه فضولك ذابحك؟ اي والله تفضل يا استاذ. الحكم الثاني، الحكم الثاني تاكلين الخاتم اللي في يدك. طيب الحكم الثالث، الحكم الثالث شيل الجوال وترتني. اي صح صح نسيت. الحكم الثالث تبيعين بيتكم وتحولين لي فلوسه على الراجل. امي قالت قولي له عيونك الحلوين. خلاص ارتحت. لا عيون امك احلى سماح. هذا ترى حكم. اي سماح اي حكم؟ انت تقول بحكم عليك. اول حكم تقولين لي وش قالت امك، خلاص هذا حكمك. لا امك تو كتبت لك في ال امي جو الاخير ولا بتطلعين تقولين قصص؟ اذا بتقولين قصص ترى بسكر بث وجهك. ايش داوي والله امدح معك. لا لا ترى جرحتيني ترى من داخل قلبك انكسر مره. بس امك يوم قالت عيونك الحلوه تجبر. خلاص انا امي واحد، خلاص انجبر قلبك يلا. لا على كيفك. انت الشبل من ذاك الاسد، انت شبل امك اسد يا اخي. اهم شيء اني شبل من ذاك الاسد. اكيد من ذاك الاسد، من ذاك ايش يعني؟ جوله اخيره كم صوت التاريخ؟ يلا دام ايش؟ ها؟ دام ايش؟ قلت انت ايش قلت؟ ما قلت احكام صلخ جوله للتاريخ. اوكي يلا هذه اهداء لامك الاغنيه. قول يلا هذا امنيتي. قول ويش اوصف ويش اقول ويش اخلي ايت من شافها بعقلي يولي وان حكت كنك من السكر تحلي غيره بالبيض مالي به طمعا وطول العنق وعين فيها البرق لايا وان حار لين على الامتان سايا. الله عليك الله عليك. تدري المشكله ان خلاص اي شو اسمه تدري يعني تدري انه انا اول ما دخلت التيك توك كان هدفهم انت يعني الاهل الاقارب. يعني انا ما ادري هم وش شايفين يعني هدر. لا امزح والله اني كاسه على وجهك يا اخي. ما قلت يا لا انت يا اخي ايش فيك تجرحيني يا اخي؟ ترى والله ترى اذا انجرحت ترى اخر الليل ابكي. شوف شوف سعود انا شوي يعني شوي كذا اسلوبي مره قاسي، ما اعرف اكون انسانه يعني انسانه تمدح. انت الوالده الوالده ما اقدر. الوالده ايش؟ شافت لك الوالده شافت لك ولا والله لا ازعل عليك. فايد دلوع ايش داوى؟ قلت دلوع يا اخي. ايش
في لابس اسطوانه غاز اليوم. شفت واحد يذب على نفسه؟ الاخ هذا. اي صح، تراني والله احس بنيف، خلاص بتعامل معه برقه عشان حساس شوي. ايوه الحكم الاول، يلا الحين تقومين تضبطين لامك ورق عنب. انت ايش تبي؟ ضبطين الوالده على جنب وانت تقول احكام سلخ. وين السلخ بالموضوع؟ ورق عنب تسوي لها الحين. شوف توي جايبه ورق عنب، يعني مديني اضحك عليك واوريك الورق عنب اللي جايبته واقول اني انا سويت عادي. يعني غير الحكم. ارار الحب اول في صورتي عظيمة. لو اني فايز عليك كان حكمت اللي انتو تبونه، بس ما راح احكم. يلا تحطين صورتي عرض عندك. يا ليت الصور. اي صورة؟ صورتي وانا في المالديف قبل اسبوعين. ايش تراني من وين بجيب الصورة انت بعد؟ انا برسل لك اياها على الانستغرام. يلا انستغرام عندي ترى شو اسمه الخاص مقفل، بس ما ادري يمكن يفتح عندك. خلاص عندك سناب شات؟ ايه خذ الرابط من شو اسمه من البايو. تمام شوفي جاك حسابي. ايش الاغنية؟ طيب بشوف. ايوه جاك حسابي. شوفي جاك ولا للحين؟ اصبر. الاسم الكريم. لقيت أنا... حساب. لا خلاص لقيت حساب. ما شاء الله رغد. ذاك جاتك الاضافه من بتاع. ضفت ولا باقي؟ والله ضفتك قسم بيت الله. ترى انا السناب متعودين من كثر اني يعني ما افكر اني اضيف بنات، لما ارسل بنت هم يبغونها من الاغنية اللي انت قاعد تقول. اصبر مزروع. امزه والله ترى امزه ترى كشي جميل. اسمع عمتي تقول ابي طلب خاص منه، يعني اغنية. تبشر والله تبشر، بس خليها تعمل. شنو هي؟ ارسل عشان اقدر اقبلك. ارسلت لك كاس. ما جاني شيء والله. شوفي سكري سناب وارسل. شوف حقين سناب يعندون اللي بالتيك توك قاعدين يرسلون نقط. اني مع الوقت بنسى. جالك في سناب لا تدقون. ما جاني يا سعود. يا اختي جاك. انت من وين جبت السناب؟ من البايو. اعطيني سنابك. طيب A3. اول مره اقول الكلمه تخوف. A3 طيب بعدين نقطة. ايه 4DE. 4DE DD. خلاص لقيتك. ايه هذا انت سلطان اللي عندي. اقسم لا بعد لين ثلاثة وبلكك. كم مدة الصورة يا سعود؟ سنة. هاها. أمس يوم. أوه كريم يوم. كيوت والله. وش كتب لك بالسناب؟ وش كتب لي؟ أرسل صورة. لا تورينهم تبي. أوريهم عادي. أوريهم. سنابي جالق. الله لا يوفق العدو.
تعال دقيقة، هو بدور أفخم صورة انا لي ما ادري ولدي. والله مين المستحي، انا ولا هو. أرسل لك صورتي يوم كان عمري 4 سنوات. جولة أخيرة للتاريخ. احكم زي الناس الحين. اي دقيقة، من متى كل جولة فيها حكم؟ إلا من زمان هذه. على كيفك هذا يعني زي كذا. أقولك والله من زمان ده النظام موجود هنا. نظامك لحالك يا سعود. اسأل اللي في البرنامج كلهم. ترى مو أول مرة أدخل قسط. جيكي! طيب اسمي، هذا الجولة راح يكون فيها سكور شوية. فاعذريني، يا عيال تبسط المرض. ها؟ أعذرك على وش؟ بيكون الحكم قاسي عليك. طيب. خالتك ايش تبي؟ والله ما يجي، ايش؟ عمتي عمتي عماتي. البرتقالة. تكفون خلونا نفوز، أبي أحكم عليه. ادعموا ادعموا، تكفون خلونا نفوز، تكفون. عبد الله شكرا، الله يسعدك. خير للداعمين. يا عيال كبسوا، ها؟ كبسوا في المربى. انت دول. يلا غنوا مع بعض. كبسوا في المربى يا عيال، كلكم في المربى كبسوا. قارنوا صوتي بصوته، تكفون. طيب تعرفين نقول كذا، آخ حزين من الشتاء ولا؟ لا، غني عراقي. تستمعين عراقي انتي؟ انا اصلي عراقي. احلفي. والله العظيم عندي اصول. فوق جسر الرقة وشفت الوالد يلوع بيدينه. لا شلك والله قايل لل رقة وش؟ انت سعودي؟ لا مصري، ايش رايك؟ يا اخي ما ادري، في كلمات كذا تقولها ما احس انك سعودي. شوفي بيني وبينك، احنا في الشمال، شمال السعودية، تلقين ماخذين لهجات من الأردن، ماخذين لهجات من العراق، لهجات من لهجات كذا تجميع. الدبل يا منين انت من سوريا؟ من لا تصدقون انتم. ايش؟ من مكان ما. 10,000 يا عيال، خلاص بكمل الدبل. شايفين كيف؟ انتو سدوا فلوكم، ما حد قال لكم شيء. الله يسعدك، الله يسعدك يا سالم. دقيقة. داعمين شكرا لكم، مكبسين بعد شكرا لكم. كاس يا كاس! غنية عمتك، غنى. سكور. انت بالعيال فواز، شكرا. هاي عيالك يا كاس. انت بالعيال عيال في عشر. كاس سعود، سعود عندك غرفة سحرية؟ ايه عندي سيب سحري. سالفة الغرفة. طيب شنو أفضل أغنية عراقية عندك؟ لا بعد راسي. ها؟ لا أبي أفضل أغنية. ما أدري صراحة، أي أغنية من أغاني حسام؟ ترنا. إذا تختار درب الزعل ظل وحدك زعلان زعلان. إلو رديت درب الوصل، درب الوصل من شيمة الخلان الخلان. ويا هلا سالم، الله يسعدك يا سالم. الله يسعدك يا سالم، الله يسعدك. تكفون لا يفوز، بحكم عليه، بحكم عليه، بحكم عليه. سالم الله يسعدك. دقيقة 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 دقيقة، في تقدم، في تقدم. كاس. اي عينك. تكفون لا يفوز، تكفون. يا عيال مع كاس، يا عيال مع كاس، يا عيال مع كاس. سالم الله يسعدك.
يا يا شكرا. الله يسعدك يا سالم. الله يسعدك يا عيال معكاس. اخر ثواني يا عيال معكاس. يا عيال لا يجحفلوني. لا يجحفل لي تكون. يا عيال معكاس سالم الله يسعدك. المعكاس تكفون يا عيال اخذ ثواني. سالم شكرا لك شكرا لك. لا يجحفل لا يجحفل. دقيقة في غش. ما في غش. ما الله يسعدك الله يسعدكم الداعمين. كاس يا كاس. مازن يا بعد راس ابو علي. سعود سعود دقيقه انت فزتي الحين. فزتي انت الحين. تحمل الجوله الجايه. لا لا اي اوكي. عجبك الوضع بتلعب جوله رابعه بعد؟ طيب والله ما اطلب هنا الا ما اخذ حقي. تراك فزت عليه جولتين. يلا احكميني. طيب شوف انا عشان هذا انا الحق علي يوم اروح اغني لك في السيب السحري وتجحفليني. هاي الحق اي صح الحق عليك. المهم الله يسعدك الله يسعدك يا سعود. جيب معجون بس معجون ما يكون لون احمر وحطه في وجهك المدة 3 دقائق جولة. يا اخي وجهي يسوي تقشير وحركات ليش اخربه؟ معجون سوي تقشير بالمعجون او ادهن وجهك بشيء لون اسود. لا شيء هذا ما بعندك اكيد ما بعندك. عندي فحم. كل الفحم جوعان ناكل فحم. لا امزح والله ما عندي فحم. زين اعطيني يا كذاب. اصبر والله ما عندي والله. طيب والله. طيب اول حكم اللي هو حق المعجون تمام. ثاني حكم راسين فلفل. اسمه راسين ما ادري انهم انه فلفل فلفلتين. يا ويلك لما كانت عاره. تدقين يا ويلك تهددين انت ما تشوفين ابضاي قدامك ترى اقط روحي عليك ابضاي. يا الله المهم تبوشني. الثالث ثلاث بيضات حطهم في كاسه واشربهم. شكرا. يا بنت سحلب ذا انت ولا انت شايف السكور في فرق يا سعود يا سعود. يعني قبل شوي نزل سكور عالي قبل شوي عليك ترى قبل شوي جوي. لا 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 ما نزل كذا. اقول حكم رابع. حكم رابع واخير. نفذ نفذ طلعت مدوده مو بسيطه. امي زعلت. تصبر رحمتك مو ما نجر حمينة تريحك مالي. اسمع ثوم اسمع اسمع عندي دموع تبي اتبرع لك فيهم. والله عندي دموع. احلى والله عندي دموع اصطناعيه. اصبر اوريك اياهم. اصبر دقيقه روح جيب لك دموع. يرضيك يا خالد يرضيك لي. حش فيني صح؟ وش قلت؟ قلت انا شبتي انا قاعد ابكي فاضي قاعد تبسي تبسي الله كيوت. المهم شوف عندي دم. لا 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 ما في فزعه. خليهم يزعلون ما اهتم. سوي فزعه لها هو لا تكون ولا انا. خير امشي مسوي كيف الجمال. المهم سعود سعود شوف 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 تبي كيف. طيب ابتسي الحين اشوف دقيها اشوف. مين اللي قاعد ترسل لي؟ انت مسوي الحزب يعني فانزاتك فانزاتك. اصبر بحط لك دموع ترى بحكم عليه. اصبروا بس يعني سامحي تو ورع. اوكي الورع اخوك الكبير والله اللي تقول. اي كويس قلت لي تقول عشان ما انفجر عليك. اصلا انت باتشي باسي حتى تخربها. ها شوف دموعي الاصطناعيه. اشوف طيب. اي والله بتت بتت. اسمع انت الحين نهايه كلامك تتكلم بالسين. اي والله الله شوف ما رد لي ما رد لي من يوم ما راح. اوكي اوكي يلا يلا نفذ احكام الله. ما رد لي وما رد لي وقلبي ما مرتاح. طيب اختار اعطيني حكم رابع. قلت لك حكم رابع ثوم. يلا ثوم كم وحدة؟ كم وحدة اعطيني؟ اعطيني بالتصريح. احس ثنتين.
شفت ترى انا معي معي مشكله في المعده بس يلا بجيب. لا خلاص واحده جنبي تلومني. مات 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 خلاص انا بعالجك سعود بس يلا روح نفذ. اكل خيش الثوم الحين. يلا. ايش سالم الداعمين المكبسين الله يسعدكم يا رب الله يسعدكم. خليه يغني يا اخي قاعد يغني هو بدون بدون شيء قاعد يغني لكم بيغني. اصبروا ترى بيكمل جوله رابعه عجب الوضع خلنا نحش فيه. ما عندي عنه اي خبر من راح لي ويرجع بسرعة. ترى ما نفذت الحكم حقه بس يعني بنفذه. صار والله نصاب يحكم علي مرتين. شلون تسنتي بقى يا لب اللي يتكلمون بالسين والله اني اشككم. اللي يقول انا اتزوج بنت في التيك توك انت ما مت للحين. مين اللي يرسلون سناب شو سالفة؟ اي ادري ما حكمتي الا حكمت. جيت بسم الله الرحمن الرحيم. جن مو بانسان. يلا ليه؟ لا جن جن يعني جن كويس كذا. يلا ها آه. نفذ تكفي. يلا واجيب الخيشة. طيب يلا يلا. لا والله كانها علك يقلع شكلك. صمت. شكرا شكرا الله يسعدك. نعم سمي. شو السالفة؟ صار تحولت فجأة. لا بس تأثير الثوم. الحكم الأول يا عيال كبسوا في المربع خليني بس أبوس. وش الحكم الأول؟ تعالي بس تعالي. وش وش متحمس لهالدرجة هدي. الله يسعدك يا سالم الله يسعدك يا سالم الله يسعدك يا سالم واللي حاط نقطة الله يسعدك يا النقطة. شكرا لكم يا عيال تكفون كبسوا يا عيال جد بل فك الدبل. الانتقام يا سالم الانتقام اليوم يا سالم. لا شيلوا البث يا عيال الشير تعال. سعود 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 شوف تقول عاملي بطيبة وإحساس أمي بتذبحني حتى عمتي ما صدق. يلا كملوا الدبل. شعور الاهتمام يا الدبل يا عيال الدبل. ياتي هذا ما حد ما قد اهتم فيه. الدبل يا عيال. حسسه بالاهتمام مسكين. الدبل يا عيال ترى تربل. ارحب يا محمد. كملوا. لا يفوز لا يفوز لا يفوز ترى بيحكم علي. تراني اخاف من الاحكام. ايه ايه الدبل يا عيال. الدبل يروح. كفو يا رب والله اني احبكم المكبسين الله يسعدكم اجعلني الدبل يا عيال الدبل دبل دبل يا عيال. ابغى اسوي قلب هذا قلب حياتي. الله يسعد الدبل يا سكين سالم الله يسعدك يا سالم. شكرا سالم الله يعزك يا سالم الله يعزك. يا سلول بحل سلول ايش بهذي ما ادري. تكفون ما في يفوز عليك محمد يعني رتفه بيدي. تعال الكفو يفوز الدبل يا انا احب احكامك احكامك. وش من الحين؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم. توب 1 اح واو ان شاء الله تكبر
والله اني احبكم يا داعمين، الله يسعدكم يعزكم ويوفقكم. اسمعي يا رغد، تبيني اجحفلك ولا كيف الوضع؟ لا انت بتجحفلني؟ ايه جحفلني خلاص، يا جحفلوها شباب. قدرت تجحفل؟ شيل الجوال من يدك لو سمحت. بكل ثقة بجحفلك، جحفلوها شباب. تكفون على هذه الثقة، اكسروا خشم الله يسعدكم. لا اعلم خالتك؟ اعلم امك؟ عمتي حتى اللي في سوريا كلهم فانز. يا الله يا زين سوريا، تصدقين جيت سوريا 4 مرات؟ والله عندك قرايب سوريا؟ لا في هناك عندنا لنا ربع ساكن. تدري وين؟ من وين؟ في الحسكة. والله اني دارية، والله اني دارية، قلت لأهلي ما صدقوني، قلت سعود يعرف ناس من هناك واضح. تبيني اقول لك اياهم؟ يلا قول. سعود احس اني اعرفك، بس يا رب ما اعرفك. انا احس اني شايفك. حتى انا بمزرعة القمح اللي في الحسكة، راكبة بدرازيلة بطريزيلة اللي فيها ترى ما قد رحت سوريا الا مرة. ليه روح التوب؟ هو راح بس عادي يعني، كذابين والله صدق. جحفلوا يا عيال، دخيل الله. لا جحفل تكفوي، دخيل الله. تكفون تكفون، لا جحفل. ثلاثة ذات، تصدقيني ثلاثة ذات. خلاص بحكم عليك. احكميني بس الثالث ثابت، انا ما اتوب. طب اصبر، انا دام عماتي ما اقول عماتي لي. لا صح انهم تخلوا عني عشانك، بس يعني عادي. قول. اعطوني احكام، احس اني طفل. انت بالنسبه لي غلطه بس فيها داري، وياك ليل اظلم عليا شي قلب بيس. هالايام بدت تفتر الايام، تعفيت من ذاك الجرح وبشرك جيت النار. هذا اللي ما ودك يسكت. المهم روح جيب قلم اسود واشبك حواجبك. طيب هذا هو. اصبر. اثنين. امي كاتبه ذا البنت المزيونه، يا ما شاء الله يسوي يا حياتي أمك. لا تحكم عليها حيل. يا زينك يا أمه، يا زينك. ولدها طيب؟ لا ولدها خلع الجو. أنا قلت قبل شوي الشبلو من ذاك الأسد، قولي نفس الكلمة ترى عادي. خلاص الشبلو من ذيك الأسد. المهم لا تضيع السالفة يا سعود. طيب قولي قولي. جيب قلم وأشبك حواجبك ببعض. واحد. اثنين. ودي ارسم، ايش رايك اجيب قلم وارسم دقن؟ خلاص ارسم دقن وش تسوي لي حواجبك؟ دقن. اوه عادي كيوت، والله ما تلقون مثلي. انا شيء الو اعكس الجوال. طيب درينا انه معك 2014، ترى نفس جوالي. نسيت. هلا. الحين ما اتصلت. صدقوا طيب. يسمونه اول خطاط ذاك الاسود، يسمونه وش؟ خطاط ذا الاسود حق العيون صح؟ الانيار. شو اسمه؟ يا بنات اتمنى ان نتخطى كلنا الاينر. اوكي الاينر. يا ربي العيال مشكله يا ناس. تعرفين فلنجة؟ تعرفين فلنجة؟ لا. تعرفين الطرمبة؟ لا. اللي خلاص شيء يا اخي، مو لنا يا اخي، ليش نعرف شيء مو لك، ليش تعرفين؟ اقول يعني حاط هنا هو مقتنع الاي لاينر. لا تغلطين لو سمحتي. وشو؟ يلا جول الفاصل. يلا مصر يعني مصر تحكم مصر. بفوز عليك. صامل ما في حيلة. صامل أقول روح نفذ. كل مثل قدم الغشيم 3 مرات والحقها الرابعة. أنت الغشيم تسلمين كلك ذوق. الله يسعدك.
عشان عماتك بس. ها يا ليل تورطني قلت لك. تغدش برجك الحوت حبيبي. تعطي موال لعماتك عشان يسن حول. يا عمات رغد يا عمات رغد يا أنا مسكين سامحوني يا عم سعود. قاعد يجيني تهديدات روح نفذ. مسكين وين وصلت المرحلة؟ سعود الزميلي. يا حلوة. قوم نفذ. تعال جبه. جبه. تخيل انهم قاعد يكبسون عندك وانا لا. شوف هذا خطة. كله لا هذا وش؟ هذا حق الحواجب. امك داعمة لك ما شاء الله. سكر ال يلا. مشان الله قول سعود يرد عليه مشان الله. بس مناكير بنكير. اللي يبغى يحط البنكير والمناكير. هذا حق حواجب يا مصروع. البصروع اخوك. خير. اخت امي بتنصرع. حتى انا امي بتنصرع. يبوني اسامحه. خير اسامحه. يربي الجوال يا غير لبسك. وش فيه؟ بشوف شلون. خلاص هين يلا سوي الدقن حقي. اسمه دقن. دقن بنفسي. دال ولا بالدال؟ بنفسي. الدقن دقل دقن دلق اللي تبين. دلق. بسوي علامة تيوتا بس لأني لاقة. لا قلم هذا. مو صاحي. احترم نفسك. ترى عشان عماتك بس. يا إله أنا ندمت إني قلت لك خلاص. مشكلة ما يمديني أقول شيء. هذه المشكلة. إكس أو نلعب. يلا جولة. مصر يفوز قسم بالله. مصر إصرار.